وقعت بالأعذار والباقي في الأقدار، تعبت بالأعذار والباقي في الأقدار، وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدت تحكي صاحوا صاحوا بهالأشعار، الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار. يا بيت يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموت عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار في الحياة أسرار. وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار؟ الدنيا تدور وتدور وتدور، وهذا النجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار. أسكم بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار. تبغى الصراحة؟ إيه. أنا ماكل واحد أشغله عندي في الدكان. كذاكي؟ لكن فضائل أبوك وأحسانه لا يمكن أنساها. لا يمكن تنساها. نعم. وبعدين أبغى أشغلك علشان ما حد يعايرك ويقول عنك إنك باطل وعاطل. يقولوا عني عاطل باطل؟ إيه نعم. عمي أنا مشكلتي أخوي، وأنت أخوي تعرفه زين، هذه مشكلتي بس. إذا تبغى تستوي تاجر وتكون مثلي، أو في يوم من الأيام يمكن تكون أحسن مني. أي لازم تسمع كلامي وتطيعني يا حمود. والله يا عمي ثاني، لو الود ودي أبغى أستوي أكبر هنقري في هذه البلاد وأبيع وأشتغل على كيفي، لكن ما بيديني حيلة. يا الله لو عندي غوازي كنت بسوي سواه ما حد سواها البر، لكن غوازي ماشي. مالك صرحت؟ ها مو قلت؟ هي عمي هي. مو هي 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 هي. موافق ولا لا؟ موافق. كذاك ابغى؟ اي موافق، لكن عادي بشرط. اوه اي نعم. المساله فيها شروطي. اذا تبغى تسوي تاجر زين قول لي، مو هي شروطك اتكلم. شرطي اول شيء انك تسوي لا حول ولا قوه الا بالله، هذا مو جابته. عمي ثاني معلم حميد جاي عندك؟ اشوف هذا ما عنده شغله ولا مهره. تو مش هو سير تو سير سير اسير. اي سير خلاف تعال وتشغلني. هي تسيتو خلافك يا عقب. زين اتشغلني وطارش سجل نصر بيه، خذ عصا عمي ثانينا كلها والله سجل عليه. سجلناها. السلام عليكم. عليكم. الرد يا ما يكون احسن منه ولا مثله يا ثاني؟ الخاتمه ايش تبغى؟ انا اعرف ان تجاره مضيق تبك. تبغى صراحة؟ قدومك مضيق بي. ليش كذاك يا ثاني الله يهديك؟ ليش كذاك؟ لأنك تجيب وقت غير مناسب يا المعلم. أوقات الله كلها خير وبركة يا ثاني، لكن أنا أحسن لي أتوكل على الله وأقوم أشتل عنك. أفا معلم معلم معلم. أفا عليك أنت زعلت الله يهديك. لا تعرفني أنا أمزح معك معلم. خير إن شاء الله، مو بخاطرك مو بخاطرك. أنا جاي لك بخصوص العريش. عفا بعد ما سووه؟ لا يا ثاني، من 3 أيام ما ركزوا غير رزة واحدة بس. ولا يهمك يا معلم، إن شاء الله باكر بتشوف العريش ذاهب. نحن كم معلم عندنا؟ واحد. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير يا ثاني، جزاك الله خير، وعسى إن شاء الله تجارة لن تبور. يلا في مالة بسير عنك أنا. دعواتك معلم.
بس ارتحت؟ ضيعت علينا؟ والله انك معلم ما صخ عال. لك طول النهار على حمارة هذه هالكنهة، ما تخاف الله؟ مرد وعاطل لكنه ما يسويها ولا يفكر انه يسويها. حمود يعرف اللي يسره ويضره. حمود يا حمود حمود يا للسلي حمود حمود يا بنتي يا بنتي لا تقترب حمود حمود انا امه واعرفه. ابوي حمود انسان صاحب طريبه وحياته يحب يطب. سمعيني انا المجنونه. حمود ما حد فهمه غيري انا، بس يبغى حد يفهمه. مسكينة انت يا بنتي. قلت لي انك بتستاجر ثور؟ اين الثور؟ هذه الارض ما يبغى لها لا ثور ولا عشره. ما تشوف عصه مثل الحصاء؟ مثل الام اللي قسى قلبها. قلب الام ما يقسى. الاولاد هم المفروض يكونوا بمستوى القلب. أنا القلب عندي انطفى من زمان، من يوم ما انولدت. وأبوك الشايب حميد المعلم الفاضل اللي علمنا وعلم ولاد الحارة كلها. أبوي إنسان كبير وما قصر علي في شيء، لكن أنا قلبي في مكان ثاني. السفر ما كلاك؟ في اللي ورا السفر، في المجهول، في المكتوب على جبين الأفق البعيد، هناك في قلب ينتظرني. عيبك يا جمعة إنك تحلم واجد، تحلم. اللي أشوفه يضطرني أحلم. الواقع مر يا سالم. الواقع في صور بشعة أشوف مرسومة في وجه ناس ما أحبهم. وجه ثانوي وخالك سالمين. خالك يا سالم أفعى. هو ثانوي في يوم بيكون السكين اللي بتقطع هدوء المكان، وبيصير الزمان زمانهم. أنا أبغى أسألك، أنت ليش متحامل على خالي وثانوي؟ أنا ما أنتظر هذاك اليوم. أنا برحل، لازم أرحل. أي صحيح، أنت نسيتني الموضوع اللي كنت جاي من أجله. ها خير؟ في واحد من الجماعة عنده هوري وباغي حد يساعده. وباغي حمود يشتغل عنده، ما كذاك؟ لا لا لا، هو باغنك أنت. ممكن أحسن من هذه اللعبة اللي أنت فيها. أترك أرضي؟ أرضي؟ الأرض بتبقى يا سالم، لكن كونك بتكون أحسن من اللي أنت فيه هذا ما يبقى. الظاهر صرت جزء من أحلامك. السفر. أنا أشتغل في البحر، البحر اللي استمر فيه سفر أبوي طول العمر. أنا أشتغل في البحر. أنا خايف عليك يا صديقي، خايف عليك من واقعك. والبحر ما واقع؟ أنت ما ممكن تعيش إلا في الواقع. أنا فقط
أطلب منك تغيير واقع بواقع ثاني. والرجال اللي باغنك تشتغل معاه الواقع عنده ما مبني على ذكريات، واقعه مستمر وانت تعرفه معرفة زينة. بنصير عنده بعد صلاة العتيمة، جرب فقط جرب. كيف يعني؟ تبغى يطول نهار اجلس معك؟ مو قالك ما عندي شغل عاطل؟ يا ابو مسعد يا ابو مسعد، قيتك علينا خير وبركه صدقني. بس 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 انت من اللي قال؟ خلي حال باكر. صدقني يا ابو مسعد هذا الكلام من فؤادي. نعم ومصدقنك ولا تزيد. لا يا هلا. المهم ود اختك من باكر بيشتغل عندي. حمود بيشتغل عندك من باكر؟ اي نعم، والثاني بعد بيلحق وراه ان شاء الله. يلا برخصتك، عندي شغل شويه. بيسويها هذا لعين ويعرف من هين يتاكل اللحم، لكن ما اعتقد سالم بيرضى انه يسلم عليه حقه. سالم عنيد مثل ابوه، لكن ما اخليه يلعب وحده. انا سالمين. اي وصلت السرقة وصلت. ها ايه ايه زين 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 سويت زين سويت. اوه طاقش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مو عندك البيع والشغل اليوم؟ مو الحمد لله زين زين زيني. اقول انا بهين هنقيك زانا، شوف ما بدك يا اليوم اقباله. بيكون سار القهوة عند شايب سالمين ولا سار البيت؟ بس اظن انه سار البيت. يلاقي يلاقي، اسمعني، يوم يجي هنقيك قول له حمود جاي يسأل عنك. حمود خلي مو تقول له. اقول له حمود قاك حمود. ما تقول له حمود، حاس حمود حمود. قول له قاك الهنق حمود. فما له عقب ثاني اي انتظرك انت؟ لا بعد صار هنقري. مو سويت بالغواز اللي عليك انت؟ راني صبرت عليك اكثر من اللازم. ها يا ثاني يا ثاني، انت ادرى بالحال، والصيد هالايام ما مثل اول، كل ما جات يوم يخف. وبعدين يعني لو في صيد وين الشرايه؟ عجب ما تنحل المشكله الا اذا رهنت الهوري. ارهن الهوري؟ ولو بغيت ارهن الهوري ارهن على من؟ امر لله، انا باخذه مو اسوي بعد. يا ابو مسعد يا ابو مسعد، ارهن الهوري عشان انجر؟ عجب ما قلت هذا الكلام يوم جيت اشتري الانجر. ما قلت هذا انجر ولايتي، هاي وقف اكبر مركب. وبعدين انت بترهن علي الخشب؟ هذا حديد. يا ابو مسعد يا ابو مسعد، اللي ما يصير ما يصير، واولاد منين بياكلوا؟ هذه مشكلتك عاد، حلها وحدك. شوف انا بعطيك مهله 3 ايام، يا تجيب الغوازي يا ترهن الهوري. يلا في الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوالد ثانوي، هنا الوالد ثانوي من عند الباب.
أنا حمود. حمود من باغنه؟ حمود باغنه. حمود أقول لش أبوش موجود. أبوش من حمود؟ حمود ود ناصر بن سالم. أنت ما تعرفين أنت يا أبوش؟ عرفني أبوش. أقول ها. حمود أنا اسمي حمود. حمود من حمود؟ حمود ود ناصر بن سالم. أبوي أنت ما تعرفيني. أبوش عرفني. أبوش ها هي هي ذكرتك. أنت ولد عم زوينة؟ هي أبوي أنا. أنا ولد عم زوينة. بس قولي لي أبوش موجود ولا لا؟ إلا أبوي ما هنا. لكن تعال تفضل. أكيد توا بيجي. تعال دخل البيت. بيتك؟ أتفضل. هي والبيت بيتي. هي يا قايمة تفضل. والله العظيم ما تفضل. بالله عليكم اللي يشوف الصورة هذه أيلاقي خير؟ أيلاقي شر؟ مو جالس تقول. ما قلت أبوي شيء. ما قلت شيء. أقول سلمي على أبوش. شاء إيه قولي لحمود جاي يسأل عنك. خلي فمان الله. أحسنتي. فمان الله. فمان الله. مع السلامة. يلا الصورة دي محلاها. هو هذا ولد عم زوينة. معقولة ما باقي عندك؟ معقولة؟ لكن الغلطة من جمعة ما قال لي احنا جايين عند شايب عيد صديق الوالد. ايه الوالد الله يرحمه كان شايب عيد. الوالد ما مات. صدقك يا ولدي يا سالم. الوالد ما مات ما دام انك انت تحمل اسمه. شايب عيد. شايب عيد. تصدق تصدق انه سالم هذا سالم هذا يخاف ينزل بحر؟ معقولة؟ انا اللي قلت هالكلام؟ اولا انا ما اخاف البحر. ثاني اللي قلته اني انا عندي ارض. ايه ايه يا ولدي يا سالم. ذكرتني بابوك الله يرحمه. كان المسكين لما يضيق به الحال كان يجي عندي يشكي لي همه، وكنت اخفف عنه باللي الله يقدرني عليه. ايه يا ناصر، بعدنا اتذكر كلامك لما كنت تقول اسمع يا عيد اخوي، لا انت تقدر تستغني عني ولا انا اقدر استغني عنك. مثل البحر والارض عمرهم ما يفترقوا ابدا. انت تاكل الناس من دمع الارض وأنا أطعمهم من قلبها. نعم يا عيد أطعمهم من قلبها. كيف العين تدمع من غير القلب ما يشعر؟ أنا وياك عمرنا ما بنفترق يا عيد أبدا، ما بنفترق، وراح نظل مع بعض على طول ولا بنفترق طول الحياة إن شاء الله. أنت اللي بديت وأنت اللي رحلت. شايب عيد. شايب عيد أشوفك قمت تغمنا. تبغاني أسوي يا ولدي؟ تراه الليل ما يسهر إلا ما يذكرني بناصر. سالم ولدي أنت الأرض أولابك، وإذا يوم خانتك الأرض أو تغيرت عليك الأحوال ذكرني أنا. أنا يا ولدي مثل أبوك، وهوري هوريك، والبحر قدامي. انتظرتك لكني دائما افقدك،
ويمتحر الرسم ويصفر الحلم. أقول من أنا؟ حمود ولد عمي؟ إيه حمود ولد عمي. صدقي يا زوينة، تصدقني إني أرتاح واجد لما أشوفش فرحانة؟ هي بس أنا زعلانة. أفا أفا يا زوينة زعلانة، ويصير إن القمر يزعل؟ إذا القمر زعل صدقين الدنيا بتظلم. ما أنا بس اللي زعلانة، كل اللي في البيت زعلانة. إيه تراني عارف زعلانين علشان نبغي تشتغل. هي بس ما عند ثانوي. يا زوينة أنا أشتغل حتى عند الجن علشانش. عشاني أنا؟ نعم علشانش أنت عقب عشاني أنا. بعدين يا زوين أنا أشتغل عند هذا الإنسان اسمه ثانوي مو علشان حبًا فيه، لا، أنا أشتغل علشان أكسب غوازي كثيرة وأبني ليش أحسن بيت في هذه البلاد، وهي فرصة واحدة يا زوينة، فرصة واحدة بس، وتشوفي إذا ما جمعت فلوس كثيرة وتشوفي بعدين إيش أسوي. إذا ما استويت أكبر تاجر في هذا البلد ولا ما أنا حمود بن ناصر. هي نعم هذا أكيد سالم. أقوم أسير عشي. أبو يسير عشي الإنسان هذا ما يقل في وقت غير مناسب. ما شحيله. انت متاكد انك تبغى تشتغل؟ ما متاكد عمي ثاني، انا متاكد ونص، ولو اني ما متاكد كنت ما جيت لك الدكان. بس اخاف اخوك سالم هذا يجيني هني ويربشني ويغسيل الدنيا. وسالم يخصه سالم؟ سالم ما يخصه شيء، انا رجال شد عده وعارف مستقبلي زين، الا اذا كان ما باغي تشغلني عمي ثاني فهذا عاد شيء ثاني. نعم والله مو اقول لك، بس اخافك تتراجع يا حمود. انا اتراجع؟ انه وبعدني وتشايب ولا اتراجع. عمي ثاني شوفني الاول وبعدين نحكم على اليد. اي نعم انا ما بشغلك. ما تشغلني؟ انا بموعدني وقيلت على الدكان مو البريه. انا ما بشغلك يا حمود، بس بخليك تستوي شريكي. عمي ثاني الله يهديك، قاعد اسمع زحني هات وقت مزاحد وين شريكه وما عندي بيش. انا كيف اسوي شريكك يا ود؟ وابختي
يا الله غوازي اقبابي عمي ثاني اقوم اسي بيتنا يا الله محلاهن علىهن علىهن كذاك لا سؤال لا جواب صبر شويه صبر تؤمر شي ثاني عمي ثاني خلاص البيت شي ما خلاص البيت جلس واسمعني زين قبل ان شاء الله جلست تفضل شوف نعم السير توسوق السمك هي وتشوف السمك كيف كثره انزين وتزابن عليه وتزابن عليه وتشتري كله اشتري كله ايه ما اسوي به وضعه تعلق زينه زينه ولا تخليه في الصندوق في الصندوق انت بتخيب ظني فيك زينه في الصندوق ما يسوي عمي ثاني عرفت قصدك انت تقصد اني انا اروح سوق السمك واشتري السمك من الصيادين وابيعه بسعر غالي ما هذا قصدك والفائده بالنص فما لا عمي ثاني اذا تبغى تستوي تاجر ابغى ونص عمي فما لا وكب Thank you.